والمنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الضالين. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. أيها الإخوة والأخوات، وأسأل الله العلي العظيم الذي وفقنا لهذا الجمع المبارك في هذه الليلة المباركة في هذا الشهر العظيم، أسأله جل في علاه أن يجمعنا يوم القيامة تحت ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بداية نرحب بالضيوف الكرام، وكلنا ضيوف في بيت الرحمن، باسمي وباسمكم وباسم لجنة المسجد أحفظايا بن نظور، نتقدم بالشكر الجزيل لأستاذنا الجليل سيدي بون الرسول. كلمة عابرة إن شاء الله تعالى صغيرة، نحن في شهر القرآن، في شهر القرآن قال عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وهذه الأمسية وهذه الليلة ما جعلت إلا تكريما للقرآن وتكريما لأهل القرآن في شهر أنزل فيه القرآن. فأسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل القرآن ويجعل القرآن العظيم شفيعا لنا يوم القيامة. أحباب رسول الله، هذه الأمسية إن شاء الله تعالى أمسية ربانية، أمسية قرآنية بامتياز، فأسأل الله عز وجل أن يجعل ثوابها في ميزان حسناتنا جميعا وفي ميزان القائمين على هذا الحق المبارك لجنة المسجد
جزاهم الله عنا كل خير على هذه الدعوة وعلى هذه المبادرة الطيبة، جعلها الله في ميزان حسناته إن شاء الله. الذي يحضر معنا وليس من أدبي